قصة الجساسة والدجال. في يوم من الأيام الرسول صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين وصلى بيهم. بعد الصلاة قال لهم هحكي لكم قصة غريبة حصلت، إن في راجل ومعاه 30 رجلا جم أسلموا. كانت قصتهم غريبة، هما كانوا راكبين سفينة، السفينة ديت كان في البحر، البحر الموج لعب فيهم 30 يوم، مبقوش يعني عارفين يسيطروا على السفينة لحد ما لقوا جزيرة. فقال ننزل الجزيرة دي نستريح شوية لحد الغروب. فكروا ان هما يدخلوا جوه ويشوفوا الجزيرة جوه كده. فلما دخلوا قابلوا دبة غريبة جدا جدا، كلها شعر، ما يعرفوش وشها من ظهرها. ففجأة لقوها بتقرب منهم وتتكلم معاهم، فخافوا منها. قالوا لها مين انتي؟ قالت لهم انا الجساسة. قالوا لها مين الجساسة؟ قالت لهم ادخلوا الدير ده، الدير اللي هو المعبد، هتلاقوا رجل هو هيعرفكم مين انا. فهم افتكروها الشيطانة، فبقوا بيجروا خايفين منها. فدخلوا الدير، فعلا لقوا راجل عظيم الشأن مكبل. استغربوا، قال لهم مين انتوا؟ قالوا احنا من العرب. انت مين؟ قال لهم هخبركم عني، بس الاول جاوبوني. فقال اخبروني عن نخل بيسان. قلنا عن اي شأنها تستغفر؟ قال اسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له نعم. قال اما انه يوشك ان لا تثمر. قال اخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا عن اي شأنها تستغبر؟ قال هل فيها ماء؟ قالوا هي كثيرة الماء. قال اما ان ماءها يوشك ان يذهب. قال اخبروني عن عين زغر. قالوا عن اي شأنها تستغبر؟ قال هل في العين ماء وهل يزرع اهلها بماء العين؟ قلنا له نعم هي كثيرة الماء واهلها يزرعون من ماءها. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب. قال أقتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك. قلنا نعم. قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوا، وإني مخبركم عني، فأنا المسيح، إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض، فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة. طيبة هي المدينة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة أو واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف يصدني عنها. هي جميلة جدا القصة. هو في النهاية ان المسيح لما هينزل في كل بلد ما عدا مكة والمدينة. وبكده القصة انتهت، ويا رب تعجبكم. ان شاء الله يبقى في قصص جديدة لو عجبتكم القصة، يعني ان شاء الله.